أنا مريضة سكر، مريضة ضغط، ومريضة القلب، ومعي مجميعه جميع، ومعي دوخة، ولا بحسن أمشي ولا بعرف أطلع برا المخيم، وأنا ما عندي حدا هون. بدنا يجوا يعلموا بحالنا، يشوفوا حالنا، يجيبوا لنا دكتور في حالنا، يجيب لنا دواء، يجيب لنا شغلة هيك يجي يطلع علينا. ما عندي حدا ياخذني ولا عندي حدا يجيبني، أنا لحالي بيركي أنا وبنتي، هيدي معاقة كهنة. أنا مريضة وهي معاقة. يجوا يطلعوا علينا، يجيبوا لنا دكتور هون على المخيم يجي يشوفنا. إذا كان واحدنا بيموت بده يروح يشتري دواء حاطه، إذا ما حدا تحنن عليه ما معنى. خزان مي طلع له. لا عطوني خزان مي، عندي هالبرميل بيجيبوا لي هو لأدان الصبح بضل سهراني لعبي. لا عندي ولد ياخذني ولا عندي ولد يجيبني. إذا ما أنا بدي تروت أولاد ما بعرف وين، على الغندورة ما بعرف وين التوصيلة، ما بعرف أسأل. يعني نحن هون ضايعين بهالمخيم. أنا معي ربو وأجري مكسورة كسرين، وعيوني حطت لن عدسات، أمس رحت عملتها بالغربي حطيت 800 ليرة تركي. بطالب يعملونا دعم، يعملونا شغلات صحية، يعملونا مشفى، يعملونا شيء قريب علينا. سير ما نروح ونجي ونتعذب ونحط مصاري. أم خد سيارة مفتوحة معك ب5000 لتحت على المشفى، بدك خمسة راحة خمسة جاية، ايش نحن باركين على نبع؟ ما معنى. في حوامل، في مرضعات، في منهم عم يعانوا كثير بالوصول للمشفى. ثانيا المشفى ما فيها كادر طبي كافي لهذا الامر. اذا بدنا ناخذ المراه مثلا الحامل لتولد هون، مثلا غياب الكادر الطبي عم يعمل لنا مشكله. بدك تاخذ المراه بده يحولك تحويل لغير مشفى، مثلا مشفى الغندوره او على عزاز او مشافى الباب. النساء يعني بالليل صراحه بدنا نوصلها لمشفى الغندوره، الطرق وعره جدا، ما ممكن تصل الا بساعه او ساعتين لتوصل مشفى الغندوره، تكون الحرمه اذا بدها تولد راحت على الطريق. عندنا مخيم الجبل مؤلف من 1800 عائلة، 8500 شخص في هذا المخيم، ويوجد فيه قطاعات من مدينة دير حافر، من دير حافر الخفسة، مسكنة، السفيرة إلى آخره. في هذا المخيم هالعدد الكبير وهو بما يصبح أصبح قرية أو شبه مدينة، لا يوجد فيه نقطة طبية في هذا المخيم. أكثر العوائل محتاجة فيها يعني أمراض مزمنة تذهب إلى المستشفى، بعضهم لا يوجد لديهم وسيلة نقل إلى المخيم، فالطريق صعب. نحتاج بشكل كبير أن يوجد نقطة طبية داخل المخيم الجبل.